إذا انتقلوا للمكون الثاني الجغرافيا. السؤال الأول، أتمم الجدول بما يناسب. إذا عندنا جدول مقسم إلى قسمين، القسم الأول مشهد صناعي تقليدي، والقسم الثاني مشهد صناعي عصري. إذا شنو اللي مطلوب منا؟ مطلوب منا نعطيو المميزات ديال المشهد الصناعي التقليدي والمميزات والصفات ديال المشهد الصناعي العصري. إذا جواب السؤال رقم واحد من قسم الجغرافيا، أتمم الجدول بما يناسب. إذا عندنا القسم الأول مشهد صناعي تقليدي، إذا في المشهد الصناعي التقليدي فباش تتميز، فتتميز أولا بوسائل تقليدية، إذن عنده تقنيات ووسائل تقليدية هي اللي تستعمل في المجال الصناعي التقليدي، ثم كذلك تتميز كذلك بمردودية ضعيفة، إذن مردودية وإنتاجية اللي هي ضعيفة. ثم بالنسبة للمشهد الصناعي العصري فباش تتميز بوسائل وتقنيات حديثة، لما نكتبه وسائل حديثة بالنسبة للمشهد الصناعي العصري. ثم بخلاف المشهد الصناعي التقليدي اللي تتميز مردودية وإنتاجية ضعيفة، فبالنسبة للمشهد الصناعي العصري فتتميز بمردودية مرتفعة، لأن يكون فيه الإنتاج مرتفع. إذا انتقلوا للسؤال رقم 2، أذكر 3 أمثلة لأنشطة فلاحية تقليدية. إذا طلبوا منا في السؤال الثاني باش نعطيو أمثلة، 3 ديال الأمثلة على أنشطة فلاحية تقليدية. إذا جواب السؤال رقم 2، أذكر 3 أمثلة لأنشطة فلاحية تقليدية. إذا نعطيو المثال الأول، عندنا الزراعة في مساحات صغيرة، إذا فالزراعة الفلاحة ستكون في واحد المساحات اللي هي صغيرة. ثم عندنا أيضا عندنا زراعة بورية، إذا زراعة بورية فهي ستعتمد على التساقطات المطرية، إذا ما تتعتمدش على السقي وإنما تتعتمد على البور أي التساقطات المطرية، نضعو زراعة بورية. ثم كذلك عندنا تربية الماشية بالرعي الطلق، إذا فالتربية ديال المواشي فتكون في الهواء الطلق، إذا فتكون في مراعي في هواء الطلق، إذا فتربية الماشية بالرعي الطلق. إذا هادو 3 ديال الأمثلة ديال الأنشطة الفلاحية التقليدية. إذا عندنا الزراعة في مساحات صغيرة، زراعة بورية، وتربية الماشية بالرعي الطلق. إذا انتقلوا للسؤال رقم 3، أذكر 3 أمثلة لأنشطة فلاحية عصرية. إذا طلبوا منا باش نعطيو أمثلة ديال 3 ديال الأنشطة فلاحية عصرية. إذا جواب السؤال رقم 3، أذكر 3 أمثلة لأنشطة فلاحية عصرية. إذا نعطيو المثال الأول، الزراعة في مساحات واسعة. إذا فكما قلنا بالنسبة للأنشطة الفلاحية التقليدية فتكون الزراعة في مساحات اللي هي صغيرة، أما بالنسبة للأنشطة الفلاحية العصرية فهي بخلاف ذلك فتكون في مساحات واسعة، مساحات كبيرة. يعني نضعو الزراعة في مساحات واسعة. ثم عندنا الزراعة سقوية، إذا فالزراعة تعتمد على السقي، ما تتعتمدش على التساقطات المطرية. إذا فبالنسبة للأنشطة الفلاحية التقليدية فتتعتمد على
الزرعة فتعتمد على البور، تكون بورية فتعتمد على التساقطات المطرية. أما بالنسبة للأنشطة الفلاحية العصرية فتعتمد على السقي، إذن تنقولوا زراعة سقوية. ثم تربية الماشية بمراعي شاسعة، إذن فتربية الماشية فتكون في مراعي اللي هي كبيرة. إذن بالنسبة للأمثلة ديال الأنشطة الفلاحية العصرية، غادي نوضعوا الزراعة في مساحات واسعة، زراعة سقوية، تربية الماشية بمراعي شاسعة. إذا انتقلوا للسؤال رقم 4، عرف ما يلي أنشطة الخدمات. إذا نطلبوا منا باش نعطيو واحد التعريف مفهوم ديال الأنشطة الخدمات. إذا جواب السؤال رقم 4، عرف ما يلي أنشطة الخدمات. إذا فأنشطة الخدمات فهي عبارة على أنشطة تقدمها الجهات الحكومية للسكان والمواطنين، كالمدارس والمستشفيات والمصالح الإدارية. إذا فأنشطة الخدمات فهي الأنشطة التي تقدمها الحكومة للمواطنين ديالها، لا في المجال ديال التعليم المدارس، ولا في المجال ديال الصحة المستشفيات، ولا المصالح الإدارية الأخرى. إذن هذه هي أنشطة الخدمات. إذن ننتقل للسؤال رقم 5، كم عدد جهات المغرب؟ إذن طلبوا منا باش نعطيو العدد ديال الجهات ديال المملكة المغربية. إذن جواب السؤال رقم 5، كم عدد جهات المغرب؟ إذن نعطيك جواب 12 جهة. إذن جهات المملكة المغربية فهما 12 جهة، إذن نضعوا 12 جهة. إذن انتقلوا للسؤال رقم 6، ما هي الجهة التي أنتمي إليها؟ إذا طلبوا من نفس السؤال السادس، قالوا لنا شنا هي الجهة اللي ستنتمي ليها اللي عايش فيها. إذا جواب السؤال رقم 6، ما هي الجهة التي أنتمي إليها؟ إذا كل واحد فيكم غادي يوضع الجهة اللي ساكن فيها اللي تنتمي ليها. إذا مثلا الرباط، سلا، القنيطرة. إذا كاين مجموعة ديال الجهات اللي هما 12 جهة، إذا كل واحد غادي يوضع الجهة اللي تنتمي ليها.